بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 15 مايو 1571 التتار يحركون موسكو بعد استيلائهم عليها. وزي النهاردة 1923 اتأسست إمارة شرق الأردن. أما سنة 1972 إعادة أوكيناو إلى السلطة اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناو. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة 1952 اتولد الممثل الأمريكي شاز بالمينيتري واللي من أعماله ليجند. أما عن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 1157 رحل الأمير الروسي ومؤسس مدينة موسكو يوري دولوغروكي. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة من كل سنة هو اليوم العالمي للأسرة، وكمان هو يوم المعلم في المكسيك وكوريا الجنوبية. وزي النهاردة 15 مايو 1941 كان العرض الأول لفيلم الفرسان الثلاثة. الفيلم إخراج توجو مزراحي وبطولة فؤاد الجزائرلي، إحسان الجزائرلي، عائلة راتب، فؤاد شفيق وبشارة وكيم. أما سنة 1948 اتعرض لأول مرة فيلم نرجس، تأليف وإخراج عبد الفتاح حسن وبطولة نور الهدى، محمد فوزي، زوزو ماضي، علي الكسار، إسماعيل ياسين ومحمد الديب. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهارده.